صوت الهجرة، فضاء إذاعي مفتوح على الجالية المغربية في هولندا. صوت الهجرة تقدمه مؤسسة التواصل للثقافة والإعلام. صوت الهجرة أفق للتواصل بين المواطنين في هولندا ووطنهم الأم. صوت الهجرة فضاء لمناقشة القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية للمجتمع المغربي في علاقته مع أبنائه بالخارج. ترقبوه دائما على أمواج إذاعة RTV من إترخت على موجة FM 103.4. إعداد وتقديم بن يونس بهكاني. غادي نعملوا مقطع من هذا اللي صورته وغادي نديروا ما تخشي بيا. هذالي صورته البارح، هذالي صورته وكتب فيها بخطوة على دار صورته. هذالي صورته البارح، هذالي صورته وكتب فيها بخطوة على ظهر صورته. لحبيبي صورتي هدية لعزيز الغزال عليا. لحبيبي صورتي هدية لعزيز الغزال عليا. هدالي صورته وكتب فيها بخطوة على ظهر صورته. هدالي صورته البارح، هدالي صورته وكتب فيها بخطوة على ظهر صورته. لحبيبي صورتي هدية حدث قبل قليل. برنامج إذاعي يعالج مواضيع الساعة. ضمن الحدث مستمعينا نواصل في الجزء الثالث الكلمة التي ألقاها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية الأستاذ محمد عامر بأمستردام ردا على أسئلة الحاضرين. أنا داروا لي طبيب في البلاصة ديال بوج، واحد جاني واحد العام وقال لي داروا لي عند الأرض ديال بوج ومسؤول كبير
واللي بغى يصلي يمشي لدارو ماشي عند ثلاثي. وشرحت له ولقيته ما فهمش، شرحت له قلت له دي القاعده القاعده القاعده، ولهذا هذه مسائل تاع قالك الازمه الاجتماعيه والشباب اللي كيقول الدستور ممنوع لان تيشوف الناس ما خدامينش. ولكن الحل ماشي هو نقول له الدستور ممنوع. الا كانوا الناس البيطاليين في المغرب ماشي نجي نقول له هذا الدستور ممنوع، ناضل من اجل باش الحكومه تحل حلول. هذا ما تيحلش المشكل، تيعوصوا. الدستور هو تهم كل مجالات ديال الحياه، والدستور هذا من الاشياء الجديده فيه كياكد على عدد من الحقوق الاجتماعيه بما فيها الشغل كحقوق ديال اساسيه ديال المواطنين المغاربه. ولهذا تنعتقد انه ان نقولوا بانه انقطعوا لانه عندنا البطاله وكذا، مش البطاله موجوده في كل دول العالم. اسبانيا فيها 43% من الشباب قل من 30 سنه ما خدامينش، بحال واحد على جوج. وزيد كل الدول يمكن نعطيكمها لا غريس على المسائل غير ديال حنا كنأملوا في مجال الشغل الحركة الاقتصادية اللي عندنا في البلاد، الأوراش اللي غادي تساعدنا باش نعالج مشكل كبير اللي عندنا في البلاد. ماشي البطالة ديال الناس، البطالة ديال ذوك اللي قراو، جزء من اللي قراو. لكن شتو المجهود اللي تبدل أخيرا 5000 واحد اللي دخلت صحاب الدكتور. أما في الفلاحة وفي البني ما كاينش اللي تخدم، ما بقيناش اللي يخدموا. تتعرفوا بأنه المغاربة كيوظفوا الأفارقة دابا في الفلاحة وفي البني. تتعرفوا بأن مقاولات مغربية تقدمت باش تجيب الناس من الصين، طلب الرخص من الصين الشعبية باش يخدموا، لأن الشينوا كيخدموا 18 و20 ساعة. إذا نقول لكم راه المعدلة اللي عندنا، لأن البطالة تراجعت في 4 سنين، المغرب حوالي 9% بدل 13 و14 اللي كانت هذه 4 سنين، لأن هذيك الأوراش اللي كاينة راه ما تيخدموا فيها الناس، ما تنجيبوش الناس من الشينوا كما تيقولوا. ولكن هاد الظاهرة ديال البطالة ديال الناس اللي هما عندهم شواهد، هذه ظاهرة مرتبطة بالإصلاح ديال التعليم ديالنا. والإصلاح كاين قطاعات ما لقياناش بنادم فيها، لوفشورينغ، قطاع ديال لي سونتر دابيل، هذوك اللي تيهضروا الناس تيف، راه متنجيبوا الناس من السنغال، لأن المغاربة ما تيهضروش اللغات، تا لغة ما مكونينش. راه دابا حنا وصلنا لواحد واحد الوضعية خصنا الناس وما كاينينش، ولكن في نفس الوقت موجودين. ايوا التعليم غادي نحلوه، نحلوه بقرار واحد باصلاح، اصلاح طويل النفس. هي خص، هي خص تكوين و مع السوق الشغل يكون، وهذا راه موجود ماشي سهل. كنجي نهضر في التعليم، خلينا ساكتين ندوزوا هذا اللقاء بخير معكم وان شاء الله بخير. المهم هناك مجهود كبير تيتبدل بهذا المجال، وكونوا على يقين. علاش حنا دايرين هاد الدجه كلها ديال الدستور؟ علاش؟ باش نعالجوا المشاكل اللي عندنا في البلاد، ماشي باش نكون عندنا واحد الوثيقه الدستور دستوريه غزاله ونديروا مؤسسات ونقولوا حنا ديمقراطيه. باش تكون عندنا مؤسسات قادره تعالج المشاكل ديال البلاد. راه الهدف ديال هادشي كله الدستور، ماشي هدف الدستور، اداه وسيله باش نخدموا، باش نطوروا البلاد وباش نزيدوا للامام ونعالجوا المشاكل ديالنا. هذه القضيه هل سيتم حل البرلمان بعد الاستفتاء؟ انا ما عنديش الجواب. الدستور تيقول في البنود ديالو الاخرى المؤسسات الحاليه غادي تستمر حتى تطلع مؤسسات جديده. عندنا جوج سيناريوهات اللي يمكن تكون، كيمكن تكون انتخابات سابقه لاوانها باش نوضعوا المؤسسات الجديده، برلمان جديد وحكومه جديده. تيمكن تكون في وقتها، انا ما عنديش عناصر ديال الاجابه على هاد تعشير السيارات. ما هاد الملف عاوتاني بدو ترجعوا له تحل، سيروا عند القنصليه تعطيكم المعطيات كلها. سيو اللي باغي يعشر سياره ما عندوش حق، الحال اللي كان هو اللي كان صافي. ايوا دابا انت كتنكرني وانا حاضر، اما الا مشيت ما عرفتش عاد تقول. ويلي ويلي هذا يومين نسلو نعمو نعمو اللي 5 مليون على برا اللي بغاو يدخلوا السيارات، وخصنا نسدوا القطاع لتحت ونسدوا كل شيء ونسدوا. شوفوا يا اخوان، خصكم تعرفوا توزنوا، لا ما عنديكش كلمه الحاج، خصكم توزنوا المبدا. القرار اللي كان مازال ساري مفعول، اللي زاد جديد وهو ما بقاش فقط حتى ياخذ الانسان تقاعد او كذا، اللي وصل 60 عنده الحق، خدامه وما خدامش. ايوا انا وشحال تبارك الله عندك.
مازال ما مشيتي شيء. الله يطول عمرك. لا ما تزايدوش ما تزايدوش. ها مزايدات مزايدات والهضرة اللي ما في محلاش ما عندنا علاش نسمعوها. سمعوا أشياء كان عرفتي باش تحل ذاك المشكيل راه الله وحده اللي عارف شنو هو. هذاك مثلا خصكم تعترفوا بأن الدولة دارته، ماشي ديروا لنا مسائل الجمل اللي حبتوا الجمل دكو. خصكم تعترفوا على أنه الدولة دارت مجهودات كبيرة في كل المسائل، بما فيها القضية بما فيها القضية ديال الوفاة. وكاين شي مغربي ما عندوش وكيموت وما تيدخلش البلاد وصلاح ماشي حلوان. هذا حنا تخسروا فيها 2 مليار و200 كل عام. العام مازال ما كملش وخسرنا فيها 17 مليون درهم. هذه 1.7 مليار خصنا باش نكملوا العام. ما بقاش مغربي تيموت وتيتقدموا يقولوا ما عندناش وحنا تنتقوهم، واخا ان جزء من الناس اللي كيتقدموا تيكتموا يكذبوا على الموتى. تنقول له الا جاب واحد من عائلته وبغى يكذب عليه يقول له ما عندوش باش ينقلوه، حنا ننقلوه. واحد العدد ديال القناصله تيقول لك اودي هذوك راهم. تنقول ما سيدي قبلوه ومنه الله. وعلى عين هذا مشكل ما مطروحش ما كاينش بالنسبه للاشياء ديال الوزاره. تنتوصلوا بالاشياء في الحين تنعطيو الموافقه. الا كانت اشياء بعض المرات تتعطل بعض الحالات هذا خصو مسطره هذا كذا. اخوان اشياء خصكم احنا حلينا الاساسي وهو ان حتى واحد ما يبقى يسعى على المغربي باش يدفنوه. ما بقاش كل مغربي ما عندوش في وضعيه صعيبه وباغي يتنقل في البلاد وباغي يموت ليه، لانه كاين اللي كيبغي يتدفن هنا مع ولادو باغي يتدفن في البلاد، مسؤوليتنا حنا نجيبوه. وهذا الشيء تحل ما خصناش نبقاو نهضروا فيه تنظن بشكل نهائي. هل يمكن للزوجين نوب؟ انا نقول لكم واحد الحاجه واخا ما تبغيو، ملي تنهضروا معكم خصكم تعبوا اولادكم وازواجكم. ما تقولوش العيالات ما تيخرجوش يمشيو يصوتوا، ما تحرموهمش من هذا الحق. ما يمكنش ما يمكنش يخرجوا يمشيو للسوبر مارشي ويمشيو يخدوا هكا وما يمشيوش يصوتوا. واو واو خصكم تنهضروا. انا تنهضر بصراحه، انا تنحترم القناعه ديالكم وكل واحد كذا وتنعرف الحب ديالكم. راه المكاتب اللي غادي تكون في المساجد غادي تكون ماشي فين تيصليو الناس، والنساء راهم تيدخلوا المغربيات المسلمات المساجد. ما تلقاوش سبع وصفتوا وعبوا كل واحد معانا راه عنده مسؤوليه امام الله وامام نفسه انه ما يحرمش اولاده وابنائه من التصويت وما يقولش انا نصوت في بلاصه والا ما درنا حتى حاجه كاتي. ولهذا أرجوكم أنكم تساعدونا في هذا الشيء. ما كاينش يا جوج، رحنا في بلد كيفاش تصوت في بلاد واحد آخر؟ أنا عن صوت يا مراتي عادي تصوت لا قول لها شوف يا سيدي اللي كان مريض والحالات الخاصة حاجة أخرى، أما اللي على قيد الحياة وقاد يتحرك وقاد يخرج للمارشي وقاد يمشي يتسوق ويدوز المسجد ولا يدوز المدرسة ويصوت ويؤدي واجب، راه هذا راه فيه واحد واحد ل... واحد ل... ل... الاجر كبير لنفسه وللشعب. واللي ما بغاش يمشي للمسجد ومع مراته يديها للقنصليه، ولكن القنصليه كتمشي تصوب الباسبور وتشوفهم تما يوصل عني يو صافي. مشاركه الجاليه في البرلمان، انا قلت لكم راه الجاليه بحالهم بحال الداخل. اللي بغى يتصوت يشوف، اللي بغى يترشح يدخل الحزاب ويمشي يتعزب ويمشي يصوت. المشاركه هنا في تنظيم الانتخابات هنا هذا امر غير واري. حاليا جلاله الملك قال في الخطاب ديالو قالوا غادي يفكروا في الوقت المناسب باش المشاركه المباشره الجاليه في البرلمان، ولكن اليوم انتم بحال هذوك اللي في الداخل، انتم وحنا بحال بحال. مجلس الجاليه باش نختم، مجلس الجاليه انا قلت لكم ولا مؤسسه دستوريه، التكوين ديالو والمسطره ديال الانتخاب ديالو والدور ديالو غادي البرلمان هو اللي غادي يتكلف بذلك. والبرلمان بطبيعه الحال غادي يشوف كما قالوا اخوان ديالكم لابد ما غادي يشوفوا الامكانيه باش يشركوا الجاليه تعطي رايها. والدستور كياكد في واحد البند مسؤوليه الدوله في اشراك الجاليه في كل المؤسسات، بالاحرى لابد ما يستشروا الجاليه في تشكيل المجلس. غادي نوقف هنا، غادي نشكركم جدا وانا نعبر على السعاده ديالي المستوى الناضج والكبير اللي تم في هذا اللقاء، وحقيقه انه يبشر بالخير. ولا تعتبروا على انه الدستور دايز دايز وحقا
نمسي أو ما نمسيش، راه القضية في المشاركة والقضية في المساهمة ديالكم. ولهذا من الآن أنا تنطلب منكم باش تعبقوا قبي، قلت لكم 10 ولكن ما قنعتش، خصكم تشوفوا أكثر، أكبر عدد ممكن. تنشكركم ونتمنى الله تبارك وتعالى يلقينا في وقت مناسب. السلام عليكم.